ما صحة هذه الأحاديث؟ من صلى في المسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. هذا الحديث تكلم عليه أهل العلم وبينوا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز العمل به والاعتماد عليه. وممن كتب في ذلك أخيرا أخونا الشيخ عبد العزيز الربيعان كتب فيه رسالة ودرس إسناده وبين أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.